هاد سونتر فورماسيون باش نحاولوا ان شاء الله الرحمن الرحيم نوجدوا حراس اللي في المستوى اللي يمثلوا النهضه البركانيه وكذلك يعني المدخل الوطني المغربي ان شاء الله. ما كيبخلوش علينا زعما بالمجهودات ديالهم اللي جابوهم التجربه ديالهم كبيره هما ودايرين معنا كل المجهودات ديالهم زعما باش يوفقونا ان شاء الله يكون لنا واحد مستقبل اللي زاهر مع الفريق ولا مع فريق حدا اخر ان شاء الله. المؤشرات الأولية تؤكد وجود حماس تنظيمي مرتب داخل أجندات مضبوطة